السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي كيمياء للصف الثالث متوسط، طلبوا من عندي شرح الدورة والزمرة التي تقع فيها العناصر، وأنا منزلة فيديو شرح لكن رادوا من عندي مرة ثانية، فأخذت بس 3 عناصر. شلون تعرفون الدورة والزمرة؟ بس هيك أقولكم. أول مرة تأخذون الN 10. إيش ناخذ؟ ناخذ الان ان اي، طبعا هنا ان اي، هنا ان اي 10. الان اي 10 راح نسوي 1s2، ترتيب الالكتروني اول مره 1s2، 2s2، 2b6، اذا 6 وهذنا 4 10. شلون نعرف الدوره وشلون نعرف الزمره؟ اخر مستوى، يعني هذا نحكي على اخر مستوى، الرئيس الثاني، هاي الدورة الثانية، يعني هذه اللي هنا شو نقول؟ الدورة الثانية، الدورة الثانية، الدورة شو تصير هنا؟ والزمرة اللي فوق هذا الحرف، الزمرة ما راح اقول الزمرة السادسة، لا، لو كان عندي هنا اس كان قلت الزمرة السادسة، لكن اذا كان عندي بي هاي مو 6، راح نجمع 6 + 2 يطلع لنا 8. اذا يا زمرة الزمرة الثامنة، عيني اذا كان عندي بي نجمع الزمرة، نحكي احنا الدورة ثابتة هاي 2، هنا الدورة هذه الدورة، لكن الزمرة اذا كان بي هذا بي نجمع الجيد نايطين 6 جمعة من 2، مليون جمعة من 2، لكن اذا است لا نبقى نفسها. خلينا ناخذ الكي 19، هنا عندنا الصوديوم وهذا الكي البوتاسيوم، الكي 19 راح ناخذ 1s2 2s2 2b6 3s2 و3b6 6 وبقت عندنا 4s1. عيوني 2 و 2 4 و 6 10 11 12 13 و6 19. زين هسه شو اقول؟ اقول يا دورة، احنا ايش قلنا؟ نحكي على هذا الدورة الرابعة، هذا قلناها الدورة الرابعة. زين الزمرة شنو هي؟ الزمرة الأولى، ليش ما جمعت الزمرة الأولى؟ لين عندي اس، ايش قد اجمع؟ اذا كان عندي بي نجمع من 2، لكن اس ابقي. نحكي على اليمن سي ال 17، يلا يوم 1s2 2s2 2b6 3s2 و3b5 5 7 و6 13 14 15 16 17 5 و2 7 و6 13 17. هاي صح 17. اذا شو اقول الدورة شنية؟ الدورة قلنا الثالثة، والزمرة، الزمرة ما دام عندي بي نجمع 5 من 2، 5 + 2 يطلع لنا 7، اذا الزمرة السابعة. مختصر مفيد يوم الدورة، هذه اخر عنصر المستوى الرئيسي الأخير، هذه الدورة، والزمرة إذا كانت بي نجمع من 2، هذا 6 + 2، وإذا كانت اس تنزل نفسها. عيوني وهذه المعادلات هم قروها، هاي حبيت أضيف ويا الفيديو، هاي المعادلات هذني وزاريات اقروهن، 12 معادلة، وإن شاء الله التوفيق.